من الحوارات أنه صفاقس عندها زوز مناسبات في العاب أو زوز مناسبات متاع فرح، هي في الأعياد وهي وقت اللي نهز النادي الرياضي الصفاقسي تتويج بطولة أو كاس أو في مسابقة قارية تألق. أي صحيح، وكي تصب لنا المطر زاد، خاطر احنا نخموا على كعبة الزيتون، قبل كنا نخموا على روحنا، تولي نخموا على بر تونس كامل. خاطر السابة نتاع مناول ونا سوفي ليكونومي التونيزيان بال 2000 مليار اللي جاوا من الزيتون. دونك احنا حتى كي تصب المطر نفرحوا زاد كيما العيد وكيما وقت لا تربح السي اس اس. ان شاء الله على كل حال هاي مسحبه في العاصمه وان شاء الله تصب وان شاء الله تكون يعني بوادر خير بتاع غيث.